بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. بص، القمر ده يعني هو المنظر بيتكلم عن نفسه. النهاردة إن شاء الله هنعمل الممبار بتاع الخروف أو الهانج بأحسن طريقة ونضافة وسفل ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص، في أكتر من طريقة لتنظيف الممبار ده. أهم حاجة إحنا بنقلبه على عصاية شيش طاووق كده صغيرة زي ما بنقلب الممبار العادي، وياريت لف عليها سوليتيب او حاجه عشان تبقى ناعمه ما تجرحوش وما تخرمهوش. بص بقى، اول طريقه عندي ازازه بلاستيك من ازاز الميه، بخرم الغطا بتاعها وبسحب منه المنبار بالشكل ده بالراحه كده بنعومه. ادي طبعا شايف فرق اللون من هنا لهنا، وده جوه الازازه بيتكون كل المخاط والحاجات اللي بتبقى في المنبار دي، وبيطلع معاكي بالشكل الفل دوت. الطريقه التانيه، بدل الازازه لو عندك مصفه ضيقه هتعملي نفس الفكرة. نحاول ننزل كده حتة من المنبار من طرف المصفى من الخرم، وهنسحب من الناحية التانية بخلة كده، حاولي تطلعي الطرف لانه بيبقى مزفلط على الاخر، وهتسحبي برضو شايفة بيطلع معاكي بسلطة واحدة كده كله نضيف زي الفل، وكل دوت بينزل الناحية التانية في الطبق او في العلبة اللي انتي حطاه بالشكل ده. هي من مرة واحدة بس مش اكتر من كده. بتعكوا بقى بطماطم بليمون بحب الدقيق لغاية ما يبقى احس كده ريحته مفيهوش اي زفرة خالص، وبسيبه ساعة ساعتين. طبعا بنحطه في التلاجة في الفترة ديت بحاجة متغطية. ونيجي بقى على ايه الفقرة بتاعت التنظيف التانية الاخيرة، ان اشطفه كتير، اشطفه كتير عشان انزل منه اي ريحة او الحمضية بقى بتاعت الليمون والطماطم وكده. افضل حاجة بالنسبة لي الحنفية الرفيعة بتاعت الفلتر، بدخل الطرف فيها وابدأ افتح الحنفية بقى واملى مية. بصي فلة مرة واتنين وتلاتة لغاية ما ينزل كل حاجة، وتبقى النتيجة المنبر الشمعة منورة كده زي الفل زي ما انتي شايفة. ممكن نشطف بقى نسيبه شوية في المية كده. نعمل الخلطة بتاعتنا، وانا بحتاج طبعا رز. على فكرة الممبار بتاع خروف واحد بس دوت ممكن ياخد له مش اقل من 4 كيلو رز، يعني اعملي حبة بحبة على قد ما انت عايزة لانه بياخد رز كتير قوي. عند الرز مغسول متنظف، والبصلة عليها الملح والفلفل، والخضرة بقى شبت وبقدونس كزبرة، في ناس بتحبش تحط بقدونس زي ما انت متعودة. الرز بقى نفسه هبهره بالبهار بتاع المحشي، انا بحط كمون وكزبرة ونعناع ناشف ده الاساسي عندي، وطبعا مع الملح. اي حاجة تانية بتحبي تحطيها حطيها، لكن انا ماشية على مبدأ والدتي بالظبط الله يرحمها، كمون وكزبرة ونعناع ناشف وملح وفلفل مش اكتر من كده. الصلصة مضروبة في الخلاط او متسبكة كل واحد وطريقته. انا عندي صلصة كانت متجهزة اصلا في الفريزر. بص النعناع كمان احب افركه كده بيطلع بقى ريحة ايه احلى بكتير. النعناع كمان بتاع الصيف ما بيبقاش فيه احلى منه. وممكن تبقى الصلصه صلصه جاهزه، وقطعي معاها طماطمتين ثلاثه كده تقطيعه صغيره زي ما تحبي. لما ببهر الرز كده الاول بيبقى كله على بعضه مليان ريحه الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي، بيبقى طعمه وريحته احلى بكتير. البصل لوحده اهو كده، وبعد كده هقلب كله على صينيه. المحشي دوت انا عملته وكان في الفيديو ظهر ان انا حاطه صلصه، قصدي سمنه مع الصلصه، وصراحه هو مع الزيت احسن بكتير جدا جدا عشان هيديله زفلطه كده ايه وينزل بسرعه، لان الموضوع ده مهم جدا ان الممبار رفيع فبياخد وقت. على البصله جربي الفكره دي، تقلبي معلقتين صلصه كده مع البصله نفسها، صلصه مركزه بتخلي البصله بتاعتك لونها يحمر، وبتخلي المحشي كله لونه كده محمر احلى ما تبقى البصل بتاعها مبيض. ده لو حضرتك كده ايه زي مش بتسبكي. هنقلب بقى ايه ده كله على بعضه ونقلب الخلطه بتاعتنا، ونبدا على بركه الله نحشي. مهم يكون عندك قمع ضيق، على ان الممبار ده رفيع جدا مش هنعرف نحشيه بالايد زي الممبار العادي. وحبه طبق كده او فنجان فيه حبه زيت جنبك، القمع من بره هنحط له حبه من الزيت علشان الطرف بتاع الممبار يدخل فيه بسهوله، وكمان هنحط حبة من الزيت جوه القمع نفسه علشان الرز برضو ينزل معايا اسهل. تحاولي تدخلي طرف ممبار كتير على قد ما تقدري، حبة زيت اهم جوه القمع، ونبدأ ايه نحشي بطرف بقى معلقة
واحدة شيش طاووق، عندك قلم مغسول كويس، اي حاجة بحيث ان الرز ينزل اول باول. فعشان كده بقول لكم الاحسن ان يكون بالزيت، ننزل ونفرد كده، انا بخليه بطوله تمام، ولغاية ما بيقفل معايا خلاص مش الطول اتقطع او في ثقب او مش هقدر ينزل اكتر من كده، بروح قصه بالمقص على طول يبقى جنبي. اعملي بقى الاطوال اللي تحبيها، افضل بقى كده اهوت لغاية مخلص الكمية بتاعتي كلها. طبعا هو بياخد وقت وبياخد كمية رز حلوة، بس بصراحة طعمه مختلف تماما عن الممبار الكندوز، طعمه احلى والذ بكتير جدا جدا، رغم ان ما فيهوش نسبة الدهن اللي بتكون في الممبار الكندوز. انا حشيت حبة، ما اكدبش عليك اقولك حشيته كله، انا حشيته على 3 مرات بالشكل دوت. طبعا نفرد الرز فيه جواه، الرز يبقى مبطط كده جواه بالشكل دوت علشان ما يفتحش مني في النار ويفرقع والرز ينزل منه. زي ما انت شايفه قلت لك كده، حسب ما الطول يجي معايا وشغال وماشي ما بقطعش، طول ما هو شغال معايا ماشي ما بقطعش خالص. فهتلاقي بقى في اطوال ما بين طويله وقصيره، وطبعا بسيب الطرف يكون ما فيهوش رز عشان يجي الرز يملاه ما ينزلش منه للاخر. عايز اقول لك بس على حاجه مهمه، ما تخليهوش وانت بتحشي، ما تخليش الممبار بتاعك بره طبق الميه او علبه اللي فيها الميه، اللي بينزل بره في الهواء بيعصعص كده زي ما انت شايفه، بيبقى عامل زي حته جلده بلاستيكيه ناشفه. فالافضل ان هو يكون في علبه او في طبق جنبك فيه ميه على طول لغايه ما تخلصي. وزي ما قلت لكم الكميه، انا كنت عامله حوالي 1.5 كيلو رز، هم عملوا الحبه دول ولسه باقي عندي تاني. زي ما لمحت كده ان هو ما شاء الله حشيته على 3 مرات، رغم ان هو بتاع خروف واحد بس هو ما شاء الله بيبقى كتير وبيرمي معاكي كمية حلوة. جاهز بقى المية المغلية، الممبار لازم المية بتاعته تكون مغلية، وبهريها زي ما تحبي بقى، ورقة لوري، حبهان، فصين قرنفل، فصين قصدي حبهان، وبعدين قرنفل، حتة قرفة، زي ما بتحبي تعمليها. انا اساسي معايا لازم احط معاه برضو ورقتين نعناع. المية تكون غليت وبننزله واحدة واحدة، ما تدلقوش كله مرة واحدة، واحدة واحدة عشان تقفل الطرفين بتوعها وما يدلقش الرز بتاعه ويبخه. بص ما شاء الله الشوربة بتاعته عاملة ازاي، انا مش بقلبه انا بحطه، لازم المية تكون مغطياه على الاخر زي ما انتوا شايفين كده. هو بياخد بالظبط نص ساعة، بياخد ربع ساعة النار زيادة وبعد عالية بتغلي، وبعد كده بوطي النار عليه الربع ساعة اللي باقية. مجهزة كده خلطة حلوة ب7 بهارات مع حبة بابريكا وملح، بقلبهم حلو، واول ما الممبار يطلع وهو سخن بقلب عليه الخلطه دي واقلبه فيها. ودي فرصه لو انت عايزه تعملي حبه مشطشطين تعملي نفس الفكره، تزودي شطه كده من بره بتبقى حلو، التحقيقه دي من بره بتدي له طعم حلو قوي قوي ومميز. نقلب بقى حلو وتسيبيه لما يبرد، عايزه تكيسيه في الفريزر براحتك، هتحمري منه براحتك، بس انا بصراحة بحب احطه دايما عندي الممبار دوت في الفريزر، بينفعني جدا جدا لو جالي اي ضيف على غفلة، اتزنقت حسيت عملت الغدا في يوم في البيت وحسيت ان لا الاكل ده قليل اطلع منه حبة، تغيير في العشاء جنب حبة بطاطس كده ولا اي حاجة، بيسد بيسد وبينفع، واي ضيف هيجي وكده ويلاقيه اكيد هيبقى مبسوط منه، يعني هم حبة تعب مرة واحدة وخلاص. بص بقى سخن مولع بس طعمه رهيب، انا عن نفسي ممكن اكله كده مسلوق اكتر ما اكله محمر. انا حمرت حبه في الزيت وطلعوا بالجمال دوت. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم، واستنونا فيديوهات تانية، ونادي كل الستات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين.